حياتها مريخ العنوان الإنسان العصبي نيرونال حسب جون بيير تشانجو. الإنسان العصبي هو كتاب يحتوي على الأطروحة البيولوجية من تأليف جون بيير تشانجو ونشر في عام 1983. بالنسبة لطبيب البيولوجيا العصبية فإن الدماغ هو مقر الفكر والذي يعتمد على النغابات العصبية ونشاط الخلايا العصبية. يستعرض المؤلف تاريخ تمثيلات ونماذج وظائف الدماغ. يعود جون بيير تشانجو هنا إلى نشأة كتابه. مجرد نشره في عام 1938 كان الإنسان العصبي على مبارز من حيث موضوعه وبرنامج البحث الذي اقترحه والمناقشات التي أثارها. ما هو السياق وكيف يميز هذا الكتاب؟ ما هو السياق الذي نشر فيه جون بيير تشانجو كتابه وكيف يتم تمييز هذا الكتاب؟ كيف رافق برنامج البحث المكان المتنامي لعلم الأعصاب نورولوجي في الفلسفة والمجتمع المعاصرين؟ ما هي الحالة العلمية والفلسفية الحالية للمسألة العصبية أو البحوث العصبية؟ يقول تشانجو إن النفس لديها تشريح وعلم أحياء. تتكون كتلة جيلاتينية للدماغ من عشرات المليارات من الخلايا العصبية التي تنشأ فيما بينها كمية هائلة من الوصلات المتشابكة. تحمل هذه الخلايا العصبية يعني نبضات كهربائية ومواد كيميائية ناقلات عصبية. كل خلية عصبية لها شخصية لكنها تشارك في العمليات التي تحشر الخلية العصبية الأخرى في مناطق أخرى من الدماغ. كل منطقة لها وظيفة مختلفة. جعلت التقنيات الجديدة المسح الضوئي والمجهر الإلكتروني وكاميرا بوزيترون من الممكن تحديد مراقبة كيفية عملها وحتى اتجاهها وسرعتها. استنادا إلى عرض التطورات الرئيسية في علوم الأعصاب يقدم جون بيير تشانجو رؤيته الشخصية للأنشطة العقلية للإنسان. ستؤدي دراسة عمل الدماغ تدريجيا إلى فهم الفكر وآلية اشتغاله. في هذا الكتاب يذهب إلى أبعد من ذلك لدعم عبارة أثارت العديد من ردود الأفعال احتمالات الاندماجية المرتبطة بعدد وتنوع اتصالات الدماغ البشري تبدو في الواقع كافية لمراعاة القدرات البشرية. إن الانقسام بين الأنشطة الذهنية والعصبية غير مبرر. من الآن فصاعدا من فائدة الحديث عن الروح لطالما دافع تشانجو عن نفسه في النقاش حول الروابط بين الجسد والعقل من الاتهامات بأن وجهة نظرية كانت أقرب إلى الاختزالية. وهكذا يتذكر أن نضج الجهاز العصبي غير مكتمل عند الولادة وينتج تحت تأثير التاريخ الفردي الدقيق وذلك بفضل التفاعلات مع البيئة المادية والاجتماعية والثقافية. عندما نشر جون بيير تشانجو يعني كتابة تأسيسي الإنسان العصبي عام 1983 كان يعلم أنه سيكسر أحد المحرمات. منذ سبعينات القرن الماضي مارس أغلبية الأطباء النفسانيين وعلماء النفس في فرنسا العلاج القائم على الكلام فقط بعيدا عن القواعد الفيزيولوجية التي تتم دراستها في كلية الطب. بينما المقربون من جاك لاكان على وجه الخصوص رفضوا الاعتراف بأن تأصيل النفس هو أولا في الدماغ البيولوجي. بعد 20 عام من الاكتشافات الأساسية لعمل الدماغ قارن جون بيير تشانجو بالاعتراف بدور الحمض النووي في البيولوجيا الجزيئية. حان الوقت للتقييم انتهز الكاتب وهذه الفرصة لذكر أن فريد كان في البداية طبيب أعصاب. كان مؤسس التحليل النفسي نفسه يعلم أن الدماغ لديه دعم مادي. يقول تشانجو إن النفس لديها تشريح وعلم أحياء وأن يعني أن بعد ذلك يثبت أن النشاط العقلي يمكن اختزاله إلى خصائص فيزيائية ويعني خصائص فيزيائية وكيميائية. بعد إثبات أن النشاط يطبق الخبير المعرفة الجديدة على سلوكات معينة ويشرح كيف يعمل الدماغ عندما يعاني صاحبه من الألم ويختبر النشوة ويحل المشكلة ويتحدث ويتصرف ويفكر نحن في قلب الآلة وهذا أمر غريب ومبهج في نفس الوقت ومدهش. بمجرد ظهور عمل تشانجو هناك صرخة بين المنكوبين. ومع ذلك حرص صاحب البلاغ على أن يحدد استنتجت أن نفس الحدث يمكن وصفه إما بلغة عالم الأحياء العصبية أو بلغة عالم النفس. انتقد رغم كل شيء اختزال الإنسان إلى مجموعة من الآليات العصبية لأنه في عدة مناسبات قارن الدماغ بالكمبيوتر كما أنه أثار القلق بين أنصار الروح الخالدة وغير المحسوسة معنوية. لأن تشانجو يعلن عن مادية ويؤكد عن النزعة المادية يعني بشكل مريب فيه ويؤكد الحاجة إلى خلايا كل الميتافيزيقا تخلي عنها.
ويعلن عزمه عن محاربة المعتقدات التي تنشأ كبدائل للمعرفة العلمية، خصومة بمن فيهم الفيلسوف كوريكور بمناسبة حوار دار بينهما في كتاب نشر عام 1992 ما الذي يجعلنا نفكر عن دار أوديل جاكوب. ربما خصومة سيستنكرون نزعته الطبيعية واستدراجاته الفلسفية، يعني ربما هنا كان لانهائي مثل الكون في كلية الطب. على العكس نحن نهني أنفسنا، ويتذكر كريستوف أندري الطبيب النفسي الممارس في مستشفى سان آن في باريس المتعة التي استقبل به الكتاب عندما كان متدربا في تولوز. يقول أخيرا ملف ذكي وصار لا يمكن تعويضه، أعاد الطب النفسي العصبي إلى استمراريته التاريخية، فتح لنا عالما هائلا. بعد ذلك ظهر من الدماغ الذي بدأنا للتو في اكتشاف بلا حدود مثل الكون. بعد ذلك سيعمل جون بير جونجو على تعميق وتوسيع مجال أبحاثه في موضوع الفكر، يعني الذي كتبه عالم مع العالم الرياضيات آلان كونيس، يتساءل عن الرياضيات باعتبارها تفكير في البنية الدماغية. أخيرا بعد 20 عام من كتابه الأول قام شونجو بتقييم علوم الأعصاب التي ساعد في تطويرها منذ يعني الإنسان العصبي. وفقا له سيكون للدماغ يعني مقولتين من الدوائر العصبية، الأولى تتعامل مع المعلومات المحددة والثانية تدمج المعلومات من الوحدات المختلفة. أما الخلافات مع لكنيين بعيدة في غضون ذلك، قام عالم الأحياء العصبية المتعلم جميع الأعمال الفنية وتنظيم معارض اللوحات تنعكس على طبيعة العاطفة الجمالية، وبالتالي إعادة الاتصال بالعملية التي وصفها ببراعة في كتابه الأول إنسان العصبي، فك رموز الحركات الدماغية لزائر متحف اللوفر بالنظر إلى لوحة موناليزا. إذن هذه هي مداخلتنا حول جون بيير شونجو، أتمنى أن تكون الفائدة بالنسبة إليكم قد حصلت حول مطروح الفلسفية في هذا الكتاب ومفهوم الإنسان العصبي اللوم نيرونال عند جون بيير شونجو. إلى اللقاء في مداخلة قادمة.